السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي. السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب التشيلي. الحكومة تستعد لعرض استراتيجية توطين صناعة السيارات على الرئيس. تسجيل أكثر من 579 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل. غادة والي تتولى مهام منصبها الجديد بالأمم المتحدة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر نحو إنجاح المفاوضات الثلاثية بمسار واشنطن والخاصة بملف سد النهضة. جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي الذي أكد بدوره الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا لتطوير علاقاتها وتعزيزها مع مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين مصر وتشيلي. وخلال استقباله رئيس مجلس النواب التشيلي أعرب السيسي عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب التشيلي بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. تستعد الحكومة لعرض استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة البدء في إعداد البنية التحتية لتصنيع السيارات الكهربائية. واستعرض أيضا خلال اجتماع عقده لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، استعرض رؤية متكاملة حول ملف صناعة وسائل النقل ومكوناتها. سجلت وزارة الصحة 579,181 مواطنا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي، حيث تفقدت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد سير العمل بوحدة صحة المناخ واحد ضمن متابعة تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد. الوزيرة شددت على الاستمرار في الالتزام بتطبيق المنظومة المميكنة وتسجيل الأسر وكذلك فتح ملفات طب الأسرة لهم. أدت الدكتورة غادة والي اليمين لتولي مهام منصبها الجديد وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا. جاء ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعربت والي عن تقديرها للدعم الذي تلقته من القيادة السياسية في مصر. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.